بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذا اللقاء. طبعا اليوم كان يوم مهم في دولة الإمارات، لأن اللي كانت تبغي قيادتنا تحقق بجمع غفير من المدراء المدارس اللي خذوا هذا المنتدى بطريقة ترفع راسنا في دولة الإمارات. ماذا يريد الشيخ محمد بن زايد لما أطلق هذا البرنامج؟ كان يريد جيل عالمي، جيل نعتز فيه، جيل قادر على تحمل كل الصعاب وقادر على تفهم العالمية. نريد من هذا الجيل أن يتمتع بالأخلاق. نظرنا إلى تجارب العالم وأخذنا من معايير اللي وجدناها في التجربة اليابانية أو التجربة السنغافورية، استقينا منها أفضل الممارسات وضعناها في هذه المعايير. إن شاء الله نقدر أن نحقق اللي تبقي قيادتنا، ونقدر إن شاء الله أن يكون في استدامة لهذه التربية الأخلاقية في مدارسنا، هي المرحلة الأولى، وإن شاء الله سوف نستمر في هذا المنهاج الجديد على طلبتنا. لكن كل ثقة بأن نهج دولة الإمارات هو نهج التربية الأخلاقية في كل عمل تقوم به، وهذا هو نهج عيال زايد. فأتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله نلتقي السنة الجاية في هذه المنتديات، وإحنا بكل فخر نقيس ما قدر تحقيق هذا المنهاج في على طلبتنا وعلى أدائهم وعلى سلوكياتهم، ولكم جزيل الشكر. الحضور اليوم أكثر من 1000 مدير مدرسة ومديرة مدرسة على مستوى الدولة، فهذا اليوم حضورهم يدل ما على ما أهمية هذا اللقاء اللي هو ملتقى المدارس، وما هي المادة اللي هي المادة التربية الأخلاقية في طرحها على مستوى الدولة. المادة هاي إن شاء الله يعني بتطبقت بايلوت وبعقب بتتعمم على مستوى الدولة. الأهداف من تطبيق هذه المادة اليوم، نحن محتاجين طبعا تعرف كم عندنا كم جنسية في الدولة، كم عادات، كم تقاليد. اليوم نحن نبى أيضا المجتمع هذا عنده تراث، عنده تاريخ، نبى نحميه. أيضا تعود لليوم بدايته في المدارس، لأي برنامج إذا ما بديت فيه في المدارس لا يمكن أنك تلحقه وتوصل فيه. فبدايك من النشأ هذا وتدريبهم على ما هو العمل التطوعي، ما هي احترام الغير، ثقافات الغير، ديانات الغير، فهذا يعطينا مجتمع واعي. ودائما حكومتنا الرشيدة تهتم بالموارد البشرية، تهتم بالنشأ. فاليوم إن شاء الله على انطلاقة الملتقى هذا والمحاضرين اللي موجودين أن يستفيدون، ويكون تطبيقها إن شاء الله على أكمل وجه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لمنهاج التربية الأخلاقية يدرس باختلاف عن باقي المناهج، حيث يعتمد على المهارات كثيرة جدا، معتمدة على التعلم باللعب، التعلم التعاوني، تمثيل الأدوار، استخدام وسائل تعليمية حديثة. بالنسبة لتطبيق المنهاج سيبدأ إن شاء الله من عام 2017-2018، لكن الآن في مدارس تجريب في دولة الإمارات، سيكون مجمل لكافة مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله. اهتمت القيادة الإماراتية بتطوير التعليم بشكل كبير، وعملت على توفير كل ما يحتاجه طلبتها من أجل تمكينهم من بناء مستقبل مليء بالإنجازات العلمية. من مقر انعقاد ملتقى مديري المدارس في دبي، تاج الدين الراضي، بوابة العين الإخبارية.